الله يرحم والديك. أول واحد أخوي أخونا جوسي محمد،
لا لا بعدين لا بعدين انا حتى ما ضيعها هاي فاصل كان في فاصل اكوان اي فاصل يا جماعة حلو بس رجعنا شوي شباب رجعنا بس عشان نخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين تاريخ 16/5/2022 حبينا نهدي اخونا حسن توسري بوشام، حبينا نعطيها الهدية المتواضعة. دائما احنا نقول الهدية هذه رمز التواصل والتماسك، ونبي نعطيه على ما شاء الله. دائما هو يخلي الصور اللاعبين وصور الاوليين من صغار لكبار وصور مجالس، ويعني الريال يستاهل من يعطيه الهدية. تستاهل قلنا ابو هشام الهدية المسواقة والمشكور ما قصر. وهذه مو هدية، هذه شهادة عكس فيها انا استاهل الطيبين دنيا صراحة. انا استانست اكثر من تعطيني الهدية والنعم فيك والنعم فيك والله يخليك الله يبارك فيك كلمة ان شاء الله من اسم العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لولا محبتكم ما جبت من بلدي ولا تغربت من ناسي إلى ناسي. أنا إذا أطلع من رفوعي محرك ما أحس إن أنا غريب، أحس إن أنا أكيد. أنا للأمانة وليس مجاملة أنا أحب المحرك وأحب أهل المحرك. حرك يحبونك بعد أنا شرف إن أزور هذا المجلس الطيب والناس الطيبين. تعال أهل المحرك معروفين يعني. ما عليكم زود بعد. والله فيكم أخواتكم. حبيت ان انا يعني اهديكم هذه الهدية البسيطة من مجلسي ان شاء الله لكم. تفضل. اي كنار تعال حيا حيا اسماعيل عباس وين اسماعيل؟ السلام عليكم. يعني المؤسسات الرياضية ككل يعني في البحرين المعلومات موجودة بالتواريخ في الصور توفيق الحمد لله رب العالمين وتستاهلون كل خير. ما شاء الله ما شاء الله شيء حلو شيء عسل ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله نعم اخش العمل طب متروك عليه وتوثيق وايد مهم خش خش هداني وان شاء الله والله لا ليش عليه ده الحبيب السلام عليكم وايد طيبين عندك. ايه انا بعد الطايب ادرى معاه ان شاء الله خير مسايب ان شاء الله. يوسف يعقوب نعم انا حسن يعقوب. يوسف يا صالح